السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة عاوزين نبدأ نكمل على الابليكيشن بتاعة الجزء التفاضل. قبل ما نبدأ في الجزء بتاع النهاردة، عايز بس اوضح حاجة. ايه الفرق ما بين المشتقة الاولى والمشتقة التانية للدالة؟ بكل بساطة انت ممكن تثبت، عشان احنا كنا ممكن نعرف يا شباب الجزء الفانكشن بتاعتنا concave up او down عن طريق اللوكال ماكسيمم، بحلل النقط ومن خلالهم بعرف، مفيش مشكلة بده. انا ممكن بقى اثبت القاعدة دي وتشتغلوا عليها دايما عشان اجيب النقط الماكسيمم والمينيمم، سواء هي لوكال ولا جلوبال ولا اي نوع من الماكسيمم والميني. المهم بجيبها من خلال النقط الحرجة بتاعت ايه، المشتقة الاولى. بجيب المشتقة الاولى وسواء بصفر، وبعد كده اقدر اجيب الماكسيم النوت اللوكال ماكس او اللوكال ميني. عايز انا اجيب الانفليكشن بوينت او اجيب شكل الايكويشن بتاعتي، سواء هي كونكيف اب او داون، اجيبها من خلال المشتقة التانية للدالة. تعالى والمثال ده، تعال نطبق الجزء ده عشان يكون خلاص هو بالنسبة لكم مفيش أي مشاكل. حاجة زي كده، مثال زي ده، بيقول لي عايز الكريتيكال بوينت سواء هي لوكال مينيمم أو ماكس، مش هتفرق معانا. وبعد كده عايزك تجيب لي شكل الجراف، شكل الجراف بتاعنا، وتجيب لي الانفليكشن بوينت. بكل بساطة عشان أعرف أتعامل مع حاجة زي دي يا شباب، رقم واحد تعالى نحلل، تعال نبسط الإيكويشن دي شوية. فاما اجي ابسطها هوزع الاس، ادي واحد اكس تربيع ناقص اتنين اكس، مفيش مشكلة، ده اول كوس مضروب في واحد بلس اكس تربيع بلس اتنين اكس، مفيش مشكلة. بعد كده هضرب الاتنين دول في بعض. بضرب ازاي؟ همسك ترم من هنا اضربه في الكوس ده، والترم التاني اضربه في الكوس، والترم التالت اضربه في الكوس، مفيش اي مشاكل فيها. فلما اجي اضرب الواحد في ده يبقى واحد بلس اكس تربيع بلس اتنين اكس، مفيش مشكلة. اضرب بقى الاكس تربيع في الكوس ده برضو تاني، اقول له بلس اكس تربيع بلس اكس اس اربعة، تمام، بلس اتنين اكس اس تلاتة. بعد كده اضرب السالب اتنين اكس في الكوز، يبقى سالب اتنين اكس، مفيش مشكلة، ناقص اتنين اكس اس تلاتة، تمام، ناقص اربعة اكس اس اربعة، مفيش مشكلة. ده طبعا الاف اوف اكس. بعد كده اما نيجي نبسط الايكويشن دي، الابسوليوت فاليو واحد بس مفيش مشكلة فيه، نزله. بعد كده الاكس بس، تعال هنا اتنين اكس وهنا سالب اتنين اكس هيروحوا مع بعض، مفيش مشكلة. بعد كده نبص على الاكس تربيع، ادو اكس تربيع اتنين اكس تربيع اتنين اكس تربيع، ثواني، ده اكس تربيع كده، اتنين اكس تربيع دي كام، سالب اتنين اكس، تمام، المفروض اتنين اكس تربيع، مفيش مشكلة. بعد كده تعال نشوف اكس اس تلاتة، اتنين اكس اس تلاتة وسالب اتنين اكس اس تلاتة هيضيعوا مع بعض، مفيش مشكلة. بعد كده نخلص اكس اس اربعة بالترتيب وانت ماشي كده، ادي واحد اكس اس اربعة، يبقى كده كام، سالب تلاتة اكس اس اربعة، ده طبعا الاف اوف اكس. خلاص مفيش مشكلة كده، الدالة عندنا مفيهاش اي مشاكل. نقدر بقى نجيب الاف داش اوف اكس، فاضل الواحد بزيرو، اتنين اكس تربيع تدينا اربعة اكس، دي هتديني سالب اتناشر اكس اس تلاتة. كده انا جبت ايه، المشتقة الاولى. لو سويتها بصفر وحللت هعرف اجيب ايه، اعرف اجيب الكريتيكال بوينت. تعال نخلص دي كده يا شباب.
ممكن انا بكل بساطة لو خدت الاربعة اكس عامل مشترك، اربعة اكس يتبقى لي هنا واحد ناقص واحد ناقص تمام ناقص تلاتة اكس تربيع، ده بيساوي صفر. يبقى كده يا اما الاربعة اكس بيساوي صفر او الواحد ناقص تلاتة اكس تربيع بيساوي صفر، ومن هنا اعرف اجيب الكريتيكال بوينت ومفيش اي مشاكل بالنسبة لكم. نيجي بعد كده عايزين نجيب المشتقة التانية عشان من خلالها اقدر اجيب الانفليكشن بوينت او الكونكيفيتي. المهم عشان اجيب المشتقة التانية باخد المشتقة الاولى وافضلها كمان مرة، ففضل يبقى كده الاف دبل داش اوف اكس ايكوال اربعة ناقص ستة وتلاتين اكس تربيع. دي كام يا شباب؟ ثواني تمام مفيش مشكلة فيه. في حاجة دلوقتي يا شباب انا لسه واخد بالي منها، احنا غلطنا واحنا شغالين. انا ضربت اتنين اكس، قلت اتنين اكس في اتنين اكس المفروض باربعة بسالب اربعة اكس تربيع، انا نسيت وكتبت سالب اربعة اكس اس اربعة، فدي المفروض تربيع تمام. فما نيجي نشوف بقى دلوقتي الاكس تربيع عندنا اكس ده واحد اكس تربيع اتنين اكس تربيع وسالب اربعة اكس تربيع، يبقى تديني هنا سالب اتنين اكس تربيع تمام. وشوف بقى الاكس اس اربعة، يبقى عندنا واحدة بس اكس اس اربعة، يبقى دي المفروض بلس اكس اس اربعة. فما اجي فاضل ده هتديني بلس اربعة اكس اس تلاتة تمام، وده هتديني اتنين في اتنين باربعة اكس تمام مفيش مشكلة. يبقى المفروض المشتقة الاولى اربعة اكس هتديني ثواني اربعة اكس بلس اربعة اكس اس تلاتة، دي مفيهاش مشكلة بالنسبة لي تمام. ودي كمان معلش سالب مش موجب مفيش مشكلة كده. اما اجي اخد دلوقتي ماشي خلاص دي مفيهاش مشكلة، واما اجي اجيب المشتقة التانية دي هتديني سالب اربعة طبعا، وده هتديني يبقى كده المشتقة التانية بتاعتنا سالب اربعة بلس سالب اربعة بلس اتناشر، تلاتة في أربعة باتناشر إكس تربيع مفيش مشكلة كده. دي المشتقة التانية يا شباب. دلوقتي لو جيت أساوي المشتقة التانية دي بالزيرو بالزيرو هتديني يا شباب هطلع كده نقط الإكس اللي هتطلع لي دي نقط الإنفليكشن. الإنفليكشن خلاص هي معروفة إن هي إنفليكشن، فلو جيت أساوي ده بالصفر يبقى كده سالب أربعة بلس اتناشر اكس تربيع بتساوي زيرو، يبقى كده الاكس تربيع بتساوي اربعة على اتناشر اللي هي ايه واحد على التلاتة، واحد على التلاتة، يبقى الاكس لوحدها بتساوي موجب او سالب جذر واحد على تلاتة مفيش اي مشكلة. بعد كده ادي خط الاعداد بتاعنا عند السالب جذر واحد على التلاتة وعند الموجب جذر واحد على التلاتة مفيش مشكلة. اعمل ايه بعد كده؟ هروح يا شباب انا عاوز دلوقتي كده خلاص دي الانفليكشن، قبلها شكل الجراف لازم اعرفه وبعدها شكل الجراف لازم اعرفه مفيش مشكلة. لو اخد نقطة هنا لو طلعت النقطة دي بالموجب يبقى كده كونكيف اب، مش عارف اكتب اب، لو بالسالب يبقى داون يا شباب داون. فتيجي نشوف لو مثلا انا سالب جذر تلت مثلا، خد في نقطة قبلها مثلا سالب واحد، روح عوض في المشتقة التانية دي بسالب واحد اديني سالب اربعة بلس اتناشر، سالب اربعة والواحد سالب واحد طبعا تربيع هتديني واحد، يبقى سالب اربعة بلس اتناشر هتديني كام يا شباب؟ هتديني تمانية. في تمانية كده ايه تبقى الإشارة موجب، يبقى ده كونكيف اب مفيش مشكلة. بعد كده اخد اي نقطة هنا وليكن اخد صفر، صفر يبقى ده هتديني صفر، سالب اربعة سالب اربعة يبقى إشارته سالب يبقى ده داون كونكيف داون.
اخد برضو نفس النظام هنا، مثلا اي رقم فوق الجذر، والجذر 1/3 وليكن، اخد اي رقم 1 2 3، اخد 2 مثلا، 2 2 تربيع ب4، 4 × 12 ب36، شيل منها 4 يبقى تديك 32. المهم ان هي اشارتها موجب، تبقى كونكيف اب. كونكيف اب مفيش مشكلة. يبقى من سالب ما لا نهاية يا شباب لجذر، لسالب جذر 1/3 دي اب، من سالب جذر 1/3 لموجب جذر 1/3 داون، ومن موجب جذر 1/3 لما لا نهاية اب. مفيش مشكلة. بعد كده عاوزك تعرف نقط الانفليكشن، دي الاكس بتاعت الانفليكشن، اروح اعوض في الدالة الاصلية بتاعتنا اللي هي دي الاكويشن الاصلية، اروح اعوض هنا بسالب جذر 1/3 مرة واطلع قيمة ايه الواي، ومرة بالموجب جذر 1/3 واطلع قيمة الواي، يبقى ده ايه نقط الانفليكشن. هنا يا شباب النقطة دي والنقطة دي الاكس بتاع الانفليكشن، انا عايز الاكس والواي بتاع كل نقطة، يعني النقطة دي انا عاوز الواي بتاعتها وعاوز الواي بتاعت دي، فاروح في الاكويشن الاصلية بتاعتنا واعرف اجيب الواي، مفيش اي مشكلة بالنسبة لنا. في المثال ده يا شباب سهل جدا ان شاء الله، بيقول لك هات لي قيمة الواي او الفانكشن لما الاكس تقول لسالب واحد، لما الاكس تقول لسالب واحد اهي، تيجي نشوف الفانكشن قيمتها بكام، قيمتها بما لا نهاية، فهنا تبقى ما لا نهاية، الواي عندنا بما لا نهاية. طب عند الواحد الموجب واحد بس من الشمال، ادي الواحد اهو يا شباب، ده الواحد من الشمال، الدالة تقول لي ايه او الواي تقول لي كام، لسالب ما لا نهاية، يبقى هنا اقول له سالب ما لا نهاية. طب من عند الواحد من اليمين، الواحد من اليمين ده الواحد من اليمين يا شباب هتديني يبقى ما لا نهاية، يبقى هنا اقول له ما لا نهاية. طب عند اكس تقول لما لا نهاية، لما الاكس يا شباب تقول لما لا نهاية، تعال نشوف اكس تقول لما لا نهاية. هنا انا عندي 3 جرافس او 3 سب جراف، ده جراف هنا قيم الاكس محصورة ما بين سالب واحد وواحد، هنا قيم الاكس محصورة ما بين السالب واحد وسالب ما لا نهاية، هنا محصورة ما بين الواحد وموجب ما لا نهاية. فبيقول لك لما الاكس بموجب ما لا نهاية قيمة الواي بكام، قيمة الواي الاقيها هنا لما تقول لسالب ما لموجب ما لا نهاية قيمة الاكس ده بواحد، وده انا بسميها حاجة اسمها horizontal asymptote، هناخدها دلوقتي. المهم لما الاكس تقول لما لا نهاية كانت قيمة الواي بكام، قيمة الواي بواحد، مفيش اي مشكلة فيها، بقول له هنا هقول له هنا كام واحد. طب قيمة الاكس عند سالب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية نشوف الجراف اللي عند السالب ما لا نهاية اهو، لما الاكس تقول لي سالب ما لا نهاية كانت قيمة الواي بكام، كانت قيمة الواي تقول لكام يا شباب كده للزيرو، فده هقول له زيرو، مفيش مشكلة. بعد كده يا شباب في حاجة اسمها vertical asymptote و horizontal asymptote، ايه المقصود بده؟ المقصود بيهم يا شباب ال vertical، قصدي في الأول ناخد ال vertical الأول، ال vertical اللي هو اللاين ال vertical اللي زي ده، تمام، اللي هو العمودي ده، اللي عنده يا شباب قيمة ال y أو ال function، تمام، الفانكشن تقول لي ما لا نهايه، فين حته الفانكشن بتاعتي او الواي بتاعتي تقول الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه هنا اهي مفيش مشكله فيها، يبقى هنا في الجزء ده الواي تقول لي ما لا نهايه، هات لي قيمه الاكس، وده بسميه ايه، بسميه فيرتيكال اسيمبتوت. فهنا قيمه الاكس بكام، بسالب واحد، يبقى اقول له الفيرتيكال اسيمبتوت عند السالب واحد، مش كده وبس يا شباب، هنا
الواي تقول لي سالب ولا تقول لي ما لا نهايه، او تقول لي سالب ما لا نهايه مش هتفرق معايا. هنا كمان نبص نلاقي الفانكشن بتاعتنا او الواي بتاعتنا هنا بتقول لي سالب ما لا نهايه، وهنا تقول لي ما لا نهايه. المهم ان هنا هتقول لي برضو ما لا نهايه، يبقى اروح اغيب قيمه الاكس هنا. فخلينا قيمه الاكس بكام؟ بواحد. يبقى الهوريزنتال الفيرتيكال اسمبتوت بروح اشوف الفانكشن بتاعتي او الواي بتاعتي بما لا نهايه وسالب ما لا نهايه فين حته بالظبط. تمام. فهنا اقول له عندي انا قلت له هنا عند سالب واحد، اقول له كمان عند واحد. بعد كده بيقول لي هات لي الهوريزنتال اسمبتوت. الهوريزنتال اللي هو موازي للاكس اللي هو ده. بعمل ايه بقى؟ بفترض فين حته النقط، هات لي قيمه الواي اللي تخلي اكس ما لا نهايه. الاتنين عكس بعض يا شباب. هنا الفيرتيكال كنت بقول هات لي قيمه الاكس اللي تخلي الواي ما لا نهايه. هنا بقى بقول ايه؟ هات لي قيمه الواي اللي تخلي الاكس ما لا نهايه. اكس ما لا نهايه فين يا شباب؟ اكس ما لا نهايه، اكس ما لا نهايه هنا، مفيش مشكله، اكس بما لا نهايه هنا كانت قيمة الواي عندها بكام؟ كانت قيمة الواي عندها بواحد، يبقى عند واحد مفيش مشكلة. الواي يبقى الواي عندنا بواحد. أو الإكس اللي تقول لي ما لا نهاية، هنا برضو عند الإكس تقول لي ما لا نهاية، أجيب قيمة الواي عندها، كانت الواي عندها بكام؟ بزيرو. يبقى كده يا شباب الأسمبتوت، الأسمبتوت في منه نوعين، في منه هوريزنتال وفيرتيكال. الفيرتيكال بروح اغيب قيم الاكس اللي تخلي الواي ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه. الهوريزنتال اروح اجيب قيم الواي اللي تخلي الاكس بما لا نهايه او بسالب ما لا نهايه. بس ده الفرق ما بينهم، مفيش اي مشكله فيهم ان شاء الله. هنا يا شباب طالب مننا الفيرتيكال والهوريزنتال اسمبتوت، مفيش مشكله خالص. علشان اجيب الفيرتيكال، الفيرتيكال اللي هو عمودي يا شباب، كنت بقول ايه؟ هفترض ان ال فين القلم؟ هفترض ان الاكس عشان اجيب الفيرتيكال يا شباب بقول امتى الدالة بما لا نهاية، واروح اجيب قيمة الاكس. هنا يا شباب الدالة تكون ما لا نهاية امتى؟ في حالة ان المقام بتاعها بصفر. فما اجي اساوي ده بصفر يبقى تلاتة اكس ناقص واحد بيساوي صفر. يبقى كده الاكس بتاعتنا بكام؟ الاكس بتاعتنا بتساوي تلت. خلاص يبقى مفيش مشكلة. يبقى كده النقطة عندنا الفيرتيكال اسمبتوت لما الاكس بكام؟ بتلت. طيب عشان اجيب الهوريزنتال سهل جدا، مفيش اي مشاكل فيه. عشان تجيب الهوريزنتال كنت بقول اغيب قيمه الواي لما الاكس تقول لي ما لا نهايه. طب عشان اكس تقول لي ما لا نهايه يا شباب احل حاجه زي كده ازاي؟ بكل بساطه بيقول لك لما الاكس تقول لي ما لا نهايه شوف اكبر اس عندك اقسم عليه. اما اجي اقسم على اكبر اس عندي، اكبر اس للاكس هنا اكس اس واحد، اكس اس واحد، خلاص ما فيش مشكله، اقسم على اكس اس واحد. فما جاء البسط ومقام اسم كل الترمز بتاعتك في البسط وفي المقام على اكس، على اكبر اس عندك في الايكويشن. فما جاء اقسم ده هتديني واحد، على ده هتديني تلاتة، يبقى وناقص واحد على اكس. تمام. عوض بقى يا شباب بمال على بان الاكس بما لا نهايه، يبقى واحد على تلاتة ناقص واحد على ما لا نهاية. بصوا يا شباب في حاجة كويسة جدا عشان تعرفها، أي عدد عندي، أي عدد على زيرو، أي عدد على زيرو يديني ما لا نهاية. عشان كده كنت بقول إمتى هنا، عشان أنا بجيب الهوريزنتال كنت بقول إمتى الواي أو الأوتبوت من الفانكشن دي تكون بما لا نهاية؟ لما ده يكون بصفر. تمام. طب لو أنا عندي من دي بقى استنتج لي اي عدد ايا كان ايه هو العدد على ما لا نهايه هيديني كام؟ هيديني زيرو. كده انا استنتجت ان واحد لما اعوض عن اكس بما لا نهايه يبقى واحد على ما لا نهايه بكام يا شباب؟ بصفر. فكده الهوريزنتال هيكون بواحد على تلاتة ناقص صفر تديني يديني كام؟ واحد على تلاتة.
القلم مش عارف امسك الورق بايدي. يبقى كده انا عرفت خلاص ان الهوريزنتال بتلت والفيرتيكال بتلت. ناخد ايكويشن تاني هنا يا شباب، عايزك تجيب لي الهوريزنتال اسمبتود والفيرتيكال اسمبتود. نجيب الاول الفيرتيكال لما بجيب لما الايكويشن دي بتساوي ما لا نهاية، بتساوي ما لا نهاية. بقول امتى بتساوي ما لا نهاية؟ لما يكون ايه المقام بتاع ده بصفر، لما يكون 4. تعال نشوف اهي الايكويشن بتاعتنا اهي، جذر اكس لما يكون ده كله بصفر. فده ده يا شباب ثواني، دي اكس دي اكس تمام. علشان اجيب اصفار المقام بتاعنا ممكن انا اخد الجذر اكس عامل مشترك، جذر اكس خدته عامل مشترك، يتبقى لي هنا ايه؟ يتبقى لي 4 ناقص جذر اكس. ركزوا في دي يا شباب، هنا جذر اكس هتروح مع جذر اكس، يبقى شيلها عشان مفيش مشكلة. يتبقى لي 4 ناقص جذر اكس، يبقى 4 ناقص جذر اكس ساوي ده بصفر. لما ساوي ده بصفر يبقى جذر اكس بتساوي 4، يبقى الاكس نفسها بتساوي كام؟ 16. يبقى الهوريزنتال اسمبتود لما الاكس بكام؟ ب16. تعال نشوف نجيب الهوريزنتال اسمبتود. الايكويشن بتاعتنا جذر اكس على 4 جذر اكس ناقص اكس، مفيش مشكله. اكبر اس عندنا مين يا شباب؟ اكس اس واحد، اقسم عليه بسط ومقام. اما اجي اقسم وهتديني اما اقسم ده على جذر اكس هيديني 1 على جذر اكس تمام، وفي المقام هيديني هنا 4، وهنا هيديني 1 على جذر اكس، مفيش مشكلة. ده يا شباب 1، اما اجي اعوض بما لا نهاية 1 على ما لا جذر ما لا نهاية، طبعا بما لا نهاية 1 على ما لا نهاية هيديني 0. صفر على تعال نشوف، وهنا يدينا 4 ناقص ده صفر، يبقى صفر على 4 يديني صفر. يبقى يا شباب عندنا الفيرتيكال طلع لي ب16 والهوريزنتال طلع لي بزيرو، مفيش اي مشكلة فيه. نيجي يا شباب لجزء تاني، وحاجة اسمها الفيرتيكال تانجنت او الكابس او كاسب قصدي. ايه المقصود بده؟ احنا كنا يا شباب قبل كده كنت بقدر اجيب ميل اي ايكويشن يا شباب، اي ايكويشن عندنا اقدر اجيب الميل بتاعها او اجيب المماس للايكويشن دي عن طريق بقى عن طريق ايه يا شباب؟ انت عايز تجيب التانجنت او الميل الفيرتيكال ولا الهوريزنتال؟ الهوريزنتال اللي هو عامل كده، كنت بتعمل ايه الايكويشن بتاعتك؟ بتجيب التفاضل بتاعها، بتجيب اف داش وتساوي بالصفر، وتساوي بالصفر تقدر تجيب ميل الايكويشن دي المماس ده. طب لو انت عاوز تجيب المماس الفيرتيكال العمودي تعمل ايه؟ تجيب الاف داش وتساويه بما لا نهايه، تساويه بصفر تجيب الميل ده، تساويه بما لا نهايه تجيب الميل العمودي تمام. بيقولك بقى خلاص انت جبت الميل بتاعك الميل العمودي ده، لو كان الميل العمودي ده يا شباب للدالة من عند من اليمين ومن الشمال زي بعض، ده بقول عليه فيرتيكال تانجنت. لو كان من اليمين مش زي الشمال تمام مختلفين، يبقى كده ايه بقول عليه؟ حاجة اسمها كاذب، بقول عليه ايه؟ كاذب. ده الفرق ما بينهم، مفيش مشكلة، هما الاتنين بما لا نهاية. بس المشكلة يا شباب عند أي ايكويشن عندنا بجيب نهاية الدالة من اليمين ومن الشمال، لو لقيت واحدة بما لا نهاية وواحدة بسالب ما لا نهاية، الاتنين مختلفين يعني عن بعض، يبقى ده اسمه كاذب. لو كان الاتنين زي بعض بقول عليه فيرتيكال تانجنت. تعال ناخد مثال، مثلا مثال زي ده، الدالة بتاعتنا أو الايكويشن بتاعتنا 3 بلس اكس أس 2 على 5، عايزك تجيب الفيرتيكال تانجنت. بجيب الفيرتيكال تانجنت ازاي يا شباب؟ بروح اجيب الاول المشتقه الاولى واساويها بما لا نهايه. تعال اجيب هات المشتقه الاولى، اما اجي اجيب المشتقه الاولى يا شباب
ده هيبقى بصفر، واتنين على خمسة نزلها تحت اكس اس سالب تلاتة على الخمسة. الفورم دي هي هيها دي، مش مشكلة. الأس بتاع السالب يعني معناه هو في المقام، خلاص هو جذر الخامس لإكس أس تلات، مفيش أي مشكلة كده. أعمل إيه بعد كده؟ أعمل إيه؟ بكل بساطة عشان تعرف هي قزم ولا فيرتيكال تانجنت، روح عوض لي. أنت لازم يا شباب كمان في حاجة لازم يقولك عليها، لما الإكس تقول لي كام؟ لما الإكس تقول بكام؟ وليكن في المثال ده كان بيقول لي لما الإكس تقول للزيرو، لما الإكس تقول للزيرو مفيش مشكلة. لما الإكس تقول للزيرو تعالى عوض كده، إكس تقول للزيرو هتديني ما لا نهاية. طب ادتني ما لا نهاية، بس أنا مش عاوز أعمل كده، أنا عايز أعمل التشيك عند عند الزيرو يمين وعند الزيرو شمال. أعمل إيه؟ أختار قيمة على يمين الزيرو أكبر من الزيرو، حاجة بسيطة، وليكن بوينت بوينت زيرو 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 واحد، تمام، واحد يعني من 10,000، تمام. أما جيت أعوض عنها يا شباب طلع لي بتلاتة وتمانية من عشرة. كل ما تزود، كل ما تصغر الرقم ده، كل ما الرقم ده هيكبر لغاية ما تلاقي الدالة تقول لي ما لا نهاية، لما إيه الرقم يقول يقترب من الزيرو. ولما جيت أعوض عن الزيرو شمال، اخترت يعني قيمة قبل الزيرو ده من على اليمين، ده الموجب وده السالب، ومخترت قيمة من على الشمال طلعت لي بسالب 3.8. وكل ما كل ما الرقم ده يصغر بالسالب، تمام، كل ما هتلاقي الرقم ده بيكبر بالسالب، فهيقول في النهاية لإيه؟ لسالب ما لا نهاية، واللي فوق هيقول في النهاية لموجب ما لا نهاية. فكده في اختلاف ما بينهم، يبقى الدالة يمين غير شمال، يبقى ده اسمه ايه؟ كذب. يبقى ده كذب. المثال يا شباب كان بيقول لي شوف لي ده فيرتيكال تانجنت ولا كذب، ولا لا ده ولا ده. في المثال ده يا شباب بيقول لي شوف الفانكشن اكس بلس 3 الكل اس 4 على 3 اللي هي ايه؟ 1 وثلث يعني. لما الاكس تقول لسالب او بتساوي سالب 3، اعمل ايه؟ بكل بساطة انا قلت لكم رقم واحد، بروح اجيب المشتقة الاولى. رحت جبت المشتقة الاولى، بقت 4 على 3 اكس بلس 3، الاس اللي هو 4 على 3 نقص منه واحد يديك تلت، تمام. تعالى عوض، لازم الاول عشان اكمل شغلي اتأكد ان لما اعوض عن الاكس بالقيمة اللي هو مديها لي لازم تكون بكام؟ بما لا نهاية. فانا اروح اشوف اتشيك يمين وشمال النقطة دي. فالاول في البداية لازم تكون دي تقول لي ما لا نهاية، عشان تكون يا اما كاسب يا اما تكون فيرتيكال تانجنت. فما اجي اعوض هنا بسالب 3، سالب 3 بلس 3 بزيرو، زيرو اس تلت بزيرو، زيرو في الرقم بزيرو، الدالة بتاعتنا او الفانكشن بزيرو، بزيرو مش بما لا نهاية. يبقى كده ده نايزر، لا كده ولا كده، لا هي فيرتيكال تانجنت ولا هي ايه؟ كاسب. برضو يا شباب من اهم التطبيقات عندنا بيقول لك ازاي تعمل سكتش او ترسم الفانكشن بتاعتنا من غير ما تقعد ترسم النقط دي، ترسم الجراف بتاع الفانكشن دي. ارسم حاجه زي دي ازاي يا شباب؟ هستخدم بقى كل النقط اللي انا كنت بجيبها، الكريتيكال بوينت والانفليكشن بوينت وشكل الجراف، كل ده هستخدمه معايا. فرقم واحد بيقول لك هات الكريتيكال بوينت، عشان اجيب الكريتيكال بوينت اجيب الاف داش، اف داش للفانكشن ده هتبقى 2 اكس ناقص 2. يبقى الكريتيكال بوينت عندنا بكام؟ لما الاكس بتساوي، عشان اجيب الكريتيكال بوينت طبعا ده بيساوي ده بصفر، فتكون الاكس عندي ب2، مفيش مشكله. ادي الاثنين علشان اشوف الاثنين دي لوكال مينيموم ولا ماكسيموم. بكل بساطه يا شباب هروح اعوض في الفانكشن دي بتاعت التفاضل بتاعت الاف داش بقيمه اقل من الاثنين وقيمه اكبر من الاثنين. فاي نقطه هنا قبل الاثنين مثلا بواحد، يبقى اتنين واحد ناقص اتنين بسالب واحد في اتنين بسالب اتنين، يبقى القيمه دي طلعت بسالب سالب، يبقى ايه؟ هي ديكريز، بتقل هنا. واستخدم اي نقطه اكبر من الاثنين، مثلا هستخدم اربعه، اربعه ناقص اتنين باتنين في اتنين باربعه، يبقى القيمه طلعت موجب، يبقى ده increase.
يبقى هنا النقطة دي يا شباب بمثابة الفانكشن عندنا بتقل بتقل وبعد كده بتزيد، يبقى النقطة اللي هي 2 دي تعتبر ايه؟ لوكال مينيمم، مفيش مشكلة. اجي اشوف الانفليكشن واشوف شكل الجراف بتاعنا، لما جيت اجيب الاف دبل داش طلعت لي باتنين، اتنين دي اصلا ما هيش فانكشن، ده كونستانت، ده ثابت، مش هعرف اعمل يبقى خلاص مش هعرف، مفيش عندي ولا انفليكشن ولا هعرف اجيب اي حاجه، والقيمه دي طلعت موجب على طول، الموجب هي مره واحده، يبقى كده شكل الجراف بتاعنا هيكون كونكيف اب، وانا طبعا عرفت انها كونكيف اب من هنا. فما اجي ارسم خلاص ارسم لي هنا عند الاثنين، من غير ده خالص بقى يا شباب، ممكن اجيبها من هنا عند الاثنين، الاثنين دي لوكال مينيمم، وقبل منه الداله بتقل وبعد كده الداله بتزيد، بس مفيش مشكله كده. انا خلصت المثال بتاعي، نيجي للمثال ده يا شباب، بيقول لك برده ارسم لي الجراف للفانكشن دي، بس بيقول لك الفانكشن دي اخرها لها ليميت او لها الدومين، الدومين بتاعها من سالب 4 ل 4. عشان احل حاجه زي دي يا شباب بكل بساطه كنت بقول اول حاجه اجيب الكريتيكال بوينت، اجيب الاول الاف داش، فكده عندنا الاف داش ايكوال 3 اكس تربيع بلس 12 اكس، مفيش مشكله. بعد كده اروح اجيب الكريتيكال بوينت، اساوي ده بصفر واجيب الكريتيكال بوينت، فلما اساوي ده بصفر كده ممكن اخد ال 3 اكس عامل مشترك، اخد 3 اكس من هنا، ممكن اخد 3 اكس عامل مشترك، يتبقى لي ايه يا شباب جوه؟ يتبقى لي هنا اكس بلس 4، ده كله بتساوي ايه؟ صفر. يبقى كده الاكس بتاعتنا مره هتكون لا، يا اما ده بصفر فكده الاكس بصفر، او ده بصفر فكده الاكس بكام؟ بسالب 4، مفيش مشكله. اجي ارسم، اصلا خد بالك ان انت عندك الفانكشن تشتغل في الدومين ده من سالب 4 ل 4، فكده كده السالب 4 معانا مفيش مشكله، يبقى اجيب اخد الزيرو. محدش يقول لي بقى طبعا احنا قبل السالب 4 دي مش معانا، احنا عشان الفانكشن مقفول عندنا اخرنا السالب 4، سالب 4 معانا بس ايه اللي تحت السالب 4 او اللي اقل من سالب 4 مش معانا، تمام مفيش مشكله. اروح بقى اعوض في الاف داش ده باي نقطه في الرينج ده، مثلا مثلا اعوض بسالب 2، تيجي تعوض هنا بسالب 2، سالب 2 تربيع تديني 4، ده تديني 12، وسالب 2 في 12 تديني سالب 24، سالب 24 و12 تديني سالب 12، يبقى هنا ديكريز مفيش مشكلة. اجي بعد الزيرو مثلا اخد 2، اخد 2 يبقى 2 ده هتديني 12 طبعا، وده هتديني 2 في 12 ب 24 ب 36، يبقى موجب، تمام. يبقى هنا الدالة بتاعت هنا دي طبعا لوكال مينيموم عشان هي بتقل، فده لوكال مينيموم مفيش مشكلة. بعد كده اروح اجيب الاف دبل داش عشان اجيب ايه؟ الانفليكشن بوينت، واعرف شكل الفانكشن بتاعتي او الكوشن الجراف بتاعنا. يعني اف دبل داش هيكون ده هيديني 6 اكس زائد 12، تمام. لما اساوي ده بصفر عشان اجيب الانفليكشن بوينت يا شباب هيديني كده الاكس بتساوي سالب 2، مفيش مشكلة. يبقى انا عندي كده ارسم الجراف بتاعي عند السالب 2، مش عارف اكتب سالب، عند السالب 2، عند السالب هنا طبعا سالب 4 وهنا موجب 4، السالب 2 دي يا شباب بمثابة انفليكشن بوينت مفيش مشكلة. عايز اشوف شكل الجراف قبله وشكل الجراف بعد السالب 2، اروح اعوض بأي نقطة في الرينج ده من سالب 4 لسالب 2 هنا، مثلا استخدم سالب 3، سالب 3 اما اجي اعوض هنا سالب 3 في 6 بسالب 18 بلس 6 بلس 12 يبقى اديني سالب 6، فده اداني سالب سالب، يبقى كده شكل الجراف هنا كونفيج داون، كونفيج داون، كونكيف قصدي داون، كونكيف داون. واجي استخدم اي نقطة هنا مثلا وليكن استخدم الزيرو،
او الواحد او التلاتة براحتك، او السالب واحد. فلو عوضت هنا بزيرو يبقى هنا يديني زيرو بلس 12 يديني موجب، يبقى كونكيف اب، مفيش مشكلة. اما اجي ارسم بقى الجراف بتاعي النهائي، ثواني انا وقفت الفيديو يا شباب ورسمت عشان ما كنتش عارف ارسم عشان ماسك الموبايل. المهم اما اجي ارسم بقى يا شباب، خلاص انا عرفت ان الزيرو هنا لوكال مينيمم، فلازم خلاص رسمت الجراف من 4 تمام، وعند الزيرو دي طبعا اللوكال مينيمم، وانا عارف من هنا ان السالب 2 دي انفليكشن بوينت، الجراف بيتغير، شكل الجراف بيتغير. فكان الجراف هنا طبعا هنا من فوق السالب 2 دي، السالب 2 اللي من فوقها كان اب، وهنا المفروض داون، فجيت ابدا داون وقفت طبعا لغاية السالب 4. فده شكل الجراف بتاعي، مفيش اي مشكلة فيه.